مسامير ومطارق وقطع حديدية صدئة، قد تكون هذه الأشياء بالنسبة للكثيرين مجرد نفايات عصية يجب التخلص منها، على عكس ما فعله هذا الشاب العراقي الموهوب عبد القادر النائب. على وقع هذه الضربات تتشكل إبداعات فنية من أنامل هذا الفنان الذي استطاع ابتكار منحوتات فنية من الخردة ليضفي عليها أبعادا إنسانية وثقافية. أريد أن أشوف أعمل بخامة تفيد المجتمع، بخامة أن أقدر أخدم بها المجتمع، أن أكون صاحب فكرة صاحب إرادة. شفت هذا الفن عالي موجود بكل البلدان، يحافظون من خلاله يقدرون يحافظون على البيئة. بصعوبة تمكن من شق طريقه بمبادرة ذاتية وسط غياب أي رعاية لمثل هذه المواهب، إلا أنه تمكن من صقل موهبته وتطويرها وأيضا الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ليجد أسلوبا خاصا يميز به منتجاته الفنية التي تعتمد على تدوير قطع حديدية قديمة. الناس مستغربة شنو فن الخردة، لحد ما قدرت أنه أسس أول بيج وأول صفحة هي اسمها فن الخردة، هي أول صفحة على الفيسبوك بثت من العراق مختصة بهذا الفن بكل تفاصيله وحذافيره. منتجات فريدة لاقت رواجا في الشارع العراقي، فهي قطع تحاكي واقع البلاد وهي أيضا صديقة للبيئة.